ما حكم من يصيد الحمام والطيور في مكة وهو يعلم بحرمتها ثم تاب إلى الله، وإذا كان لا يستطيع أن يذبح عن كل حمامة شاة فماذا عليه؟ يحرم قتل الصيد الطيور أو غيرها في الحرم، يحرم ذلك، وإذا فعل ففيها الفدية، كل شيء بحسبه على حسب ما ورد في تقديرها عن السلف، فجزاء مثل ما قتل من النعم من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، والحمامة فيها شاة، الحمامة فيها شاة. إذا كان ذبح حماما في داخل حرم مكة في الأميال، داخل الأميال، فعليه عن كل حمامة شاة تبقى في ذمته متى ما قدر يعملها، متى ما قدر يعملها تبقى دين في ذمته.